بنحييكم كمان مره مشاهدينا، وان شاء الله تكونوا عم تمضوا الصبحيه احد ممتعه ومريحه. مجموعه من احلى الفقرات بعدها بانتظاركم، ولكن قبل خليني اعطيكم لمحه عن شو ناطركم الليله خلال السهره على شاشتنا. سهرتنا بتبدا الساعه 6:30 المساء مع حلقه جديده من علم وخبر برفقه الاعلاميه الزميله غاده عيد، اللي راح تطرح عده قضايا وملفات بهالحلقه. اليوم راح تفتح بهالحلقه موضوع او ملف نهر الليطاني والصرف الصحي، كيف عم توصل المجرير من نهر الليطاني الى منازل المواطنين اللبنانيين. كما راح تكشف الحلقه بالمستندات والصور اكبر فضيحه بحق المواطن عبر الاضاءه على صرف صحي عشوائي من مخيمات النازحين بالبقاع والجنوب. بالحلقه كمان ايضا متابعه لهبه ال4 مليون يورو ولمعالجه الصرف الصحي للنازحين، شو صار فيها وليش اختفت. حلقه جديده من علم وخبر الليله الساعه 6:30 المساء. بعد الأخبار مننتقل لأجواء الدراما، وكثير منكم عم بتابعوا على شاشتنا أحداث وتطورات جديدة بالدراما الاجتماعية العاطفية كارما، مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية ستيفاني صليبا اللي كثير منكم عم بحبوها بها العمل، وكمان رودني حداد اللي وقع على هالعمل كمان كمخرج مش بس كممثل، وبرفقته مجموعة من ألمع نجوم الشاشة. الأحداث عم تتطور وخليل بعده عم يزرع الرعب والشر وين ما كان بالضيعة بهالوقت. هي عم تستفيد من الظرف حتى تتقرب أكثر من ولاد كريم والهيئة أنه عم تنجح. تابعوا معنا حلقة جديدة من كارما الليلة بعد الأخبار مشاهدينا. خلينا شو رأيكم نشوف سوا مشهد من كارما ونكمل. يعني فيك تقولي أنه عم تشتغل ممثلة؟ لا صدقيني. وين؟ مبدئياً عم كون بالبقاع. مين في معكم ممثلين؟ مش معروفين. طب شو اسم المسلسل؟ ما بعرف. كيف يعني ما بتعرفي؟ يعني قصدي انه المخرج بعد ما حدده. بشرفي بشرفك خليني معك، انت بتعرفي قد ايه انا بحب التمثيل، يعني شو يسرى احلى مني بكثير. لا اكيد لا، ولو انت احلى. ما انا من انا وصغيره بيقولوا عني خليفه شريهان. وانا هيك بقولك. بشرفك، ظبطيني معك. ظبطك معي؟ يمكن صعب شوي. ولا هيك صاري؟ طيب خلص بوعدك، أول ما أعرف إنه بدون ممثلة تلحق عندك. حبيبي أنتِ، ما أنا بعرف فكرتك نسيتيني. أنا معقول أنساكي منال؟ ولا أصلاً أنا ولا تكي نسيتك، حتى حطيتك براسي بدي أدبر لك عريس من شباب المسلسل. بشرفي. عن جد؟ والله. تعطيني مواصفات وأنا بفكر بالموضوع. كونوا معنا الليلة مشاهدينا بعد الأخبار حتى نشوف سوا كيف رح تتطور الأحداث بالدراما الاجتماعية العاطفية كارما. بعد كارما مننتقل لأجواء الدكتورز ونصايح أخبار ومعلومات كتيرة بتهمكم كلكم مشاهدينا بهالحلقة اللي هي الثالثة لها الموسم الجديد من برنامج The Doctors. الأطباء رح يعطونا نصايح كتيرة حول مؤشرات غير صحية ممكن تكون خطرة ولازم علاجها. تطورات مش تطورات، تفاصيل كتيرة ناطرتكم بحلقة الليلة من دكتورز حوالي الساعة 10 إلى 3 المساء. أما الساعة 10 11 إلى ربع منكمل مع الإعلام الاقتصادي موريس متى بحلقة جديدة من برنامج The Start. بهالحلقة موريس رح يستقبل رائد الأعمال زياد علامي مؤسس شركة سبايك، وكمان السيد هيثم صعب مؤسس شركة رورال أنتربرنور ومجموعة من الشخصيات البارزة بعالم البزنس. هيدي لمحة عن سهرتنا الليلة مشاهدينا، بتأمل تتابعوها معنا. أما هلأ رح ناخد بريك قصير، أو في عنا القداس بريك قصير ومنكمل حلقتنا، خليكم معنا.